نرجع بقى. تاني الموضوع يعني كوتيفارو تنظيم البطوله زي ما قلت لحضرتك كان في زياره من باتريس موتسيبي راح قابل رئيس البلاد والزياره كانت زياره علنيه لكن نتائج الزياره كانت نتائج سريه. النتائج السريه هي تاجيل بطوله الامم الافريقيه ل 2024 وده قرار الفيفا هي اللي عايزاه بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي لكره القدم من الواضح ان احنا رايحين في سكه تاجيل البطوله لمده عام لتقام في يناير 2024 هيتم الاعلان عندها تحديدا في الفتره في اغسطس في, في اجتماعات المكتب التنفيذي في تنزانيا من الواضح ان كوتيفوار زي ما احنا شايفينه امامنا على الشاشه يعني يعني مستعده بشكل جيد ملاعب وبنيه تحتيه قويه وحتى الملاعب الجديده والانشاءات والفنادق والمستشفيات الوضع هناك منتهي تماما وتقدر تلعب الكره ما هو الفارق ما بين دوله الكاميرون واستعداداتها ودوله ساحل العاج او ديفوار انت بتج... يعني حتى كوتيفور بيلقبوها بفرنسا اوروبا باريس اوروبا بالظبط بيلقبوا كوتيفور بباريس اوروبا اقتصاديا اقوى بنيه تحتيه اقوى آه ملاعب اقوى فنادق أقوى. 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 كل حاجه في كوتيفور بتتميز بفارق كبير عن الكاميرون الكاميرون دوله محوريه اقتصاديه قويه في افريقيا لكن البنيه التحتيه مش بالقوه لو بنقارنها بقى مش قويه زي سحر العاج والفنادق برضه هناك في يعني في قلب العاصمه آه يا وندي في الكاميرون ممكن تلاقي اثنين فندق اقامه هم فقط اللي تقدر تقعد فيهم. في العاصمه؟ في قلب العاصمه. هنا في ساحل العاج اه يعني في ساحل العاج لا ممكن تلاقي سلسله فنادق على يعني أكتر من سلسله فنادق عالميه متواجده هناك ممكن تلاقي 10 فنادق بالزبط. تقدر يعني تقدر بالزبط. تقعد فيهم الفرق تقدر تقيم فيهم م. هناك في بطوله الامم الافريقيه اللي يعني عايز اقول لك الفنادق يعني ممكن تكون نجمه حتى او نجمتين. زي فنادق اللي النجمة والنجمتين في مصر ده بالنسبه لهم فندق بيقيم هناك فيه اللعيبه لكن هي زي ما قلت من الواضح البطوله في اتجاهها للتاجيل لعام 2024 والاقتراح بقى من الفيفا لو البطوله دي تاجلت بطوله الكاس العالم للانديه المكبره بطوله مكبره هو كام فرقه ممكن 12 ممكن 16 فريق دي اه هيكون اه في اكتر من فريق في افريقيا اه اه اكتر من فرقه من افريقيا دي كلها مجرد اقتراحات يعني نسخه دوري ابطال افريقيا العام المقبل ممكن تكون من اهم النسخ للفرق في القاره الافريقيه م. عشان من خلالها لو تم عمل بطوله كاس العالم الانديه بفرق اكبر هتكون بطوله مهمه ممكن يصعد من دوري ابطال افريقيا فرقين او ثلاثه لو, لو 12 اعتقد هيبقى فرقتين بس من افريقيا لو يعني 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 احنا فرقتين من افريقيا وفرقتين من اسيا ادي اربعه وعلى الاقل مثلا هيكون فيه ثلاثه او اربعه من اوروبا ادي ثمانيه واثنين ممكن من امريكا الجنوبيه واوكنايوسيا ومش كده م. يعني ممكن يعني فاهم ما اعتقدش اكتر من اثنين من افريقيا يعني هو لو, إ... لو 12 مش هيبقى حتى أكتر لو اثنين يعتبر برضه رقم يعني اه اثنين آه. من افريقيا اثنين من اسيا ادي اربعه وثلاثه من اوروبا مثلا ادي سبعه واثنين من امريكا الجنوبيه ادي تسعه تسعه ومعرفش واحده من اكيد يعني امريكا الشماليه وواحده من يعني اوكيانوسيا ادي 11 يعني ممكن في ال... بتلعب في الرينج ده ده اقتراح من انفانتينو ده اللي انفانتينو بيفكر فيه وعايز يخلي شكل بطوله كاس العالم للانديه بشكل مختلف تماما عن بطولة كاس العالم الأندية اللي بتتلعب بشكلها الحالي اللي بيصعد بطل كل قارة يشارك فيه طيب احنا سمعنا امبارح ان الاتحاد الافريقي سمح لغاية يوم 30 سبعة بارسال القوائم يعني بالظبط للفرق المشاركة في البطولة الافريقية يعني من دلوقتي على فكره ممكن يبعت لغايه يوم في دوريات كتيره يعني بالظبط دوريات خلصت دوريات كتيره خلصت وفرق يعني البطوله العام المقبل واضح انها تكون بطوله قويه فعلا ليه أوه. بقى ما؟ يعني مثلا هتيجي تتكلم ان شفنا فرق انجولا كانت متفوقه العام الحالي اكيد هتتحسن السنه الجايه اه يعني النهارده بترو اتلتيكو وجوستو الاول من اغسطس الاثنين في الدوري الانجولي وهيشاركوا تمام في الكونغو الديمقراطيه مازيمبي وفيتا النهارده مازيمبي الراجل ده بيحاول يلم الفرقه يرجع بقى الجيل القديم بتاع مازن بعد دي. ما وصلوا للمباراه النهائيه وكده و... اه يعني ويرجع بقى جيل قوي كنا بنشوفه ما شفناوش من 2015 بيجيب بقى لعيبه بعد ما وصل الدور قبل نهائي سوريا اه أو يعني اورلاندو ونهضه البركان هم اللي وصلوا اورلاندو ونهضه البركان كانوا في نهائي الكونفدراليه الراجل بيرجع يعني اخر بطوله تقريبا خدها مازيمبي 2015 مع باتريس كارتيرون كانت كان الدوري ابطال افريقيا خد بالك مازيمبي صاحب افضل انجاز في كاس العالم للانديه لفريق بطل 2010 هو الرجاء طبعا وصل للنهائي بس كان منظم بالظبط لكن مازيمبي وصل للمباراه النهائيه كمان انتر ميلان انتر ميلان في 2010 اه وكان معاهم ضايين مدرب السنغالي على ما اتذكر صحيح هو اللي كان بيقود الفريق في الوقت ده نتيجه تقيله اعتقد في النهائي 3-0 ولا 4-1 بس مش كانوا هي. عاملين بطوله أوه. يعني رائعه يعني فرقه مازيمبي صحيح مازيمي. صحيح فالراجل رئيس النادي دلوقتي مويس كاتومبي بيحاول بقى يجيب بيساعد لعيبه من الاكاديميه عنده ابنه واحد من اكبر وكلاء اللعيبه بدا يجيب لعيبه مميزه تنضم لفرقه مازيمبي وفرقه فيتا كلوب هي كمان هتكون متواجده يعني في البطوله طيب. عندنا سان داونز وكيب تاون الاثنين آه خلاص الاثنين آه خلاص اول وثاني اورلاندو لسه في الكونفدراليه في الكونفدراليه وسان على فكره بقى السنه دي ابن مويس كاتومبي رئيس النادي عايز بقى يعمل تدعيمات قويه جدا فعلا اه عايز يعمل تدعيمات فرقته يعني عايز على فكره فرق. كمان آآ آآ عزيز اعتقد الرئيس الجديد لنادي الرجاء رجل مال من اغنى الاغنياء على فكره وهيحط فلوس من جيبه وقرر ان هو يشتري لعيبه اكيد يعني فتح الباب للعيبه اجانب وشراء لعيبه من الدوري المغربي يعني لتقويه فريق الرجاء يعني حتى البطوله المغربيه النهارده بتتكلم على فرق ثلاث نقط بين الوداد والرجاء 56 و53 والبطوله يعني الوداد بطل دوري ابطال افريقيا النهارده الرجاء بينافسه كمان في البطوله المغربيه والرجاء بينتصر في البطوله المحليه على الوداد